أصدرت مديرية الهندسة المعمارية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مؤلفا جديدا تحت عنوان أطلس المدن العتيقة، يقدم بشكل ديدكتيكي المعلومات المعمارية والتعميرية الخاصة ب 32 مدينة عتيقة. ويشكل الإصدار الجديد سفرا عبر الزمن لاكتشاف ما تزخر به المدن العتيقة من نماذج عمرانية وإبداعات هندسية وإطارات للعيش تعكس غنى وأصالة العمران وتظهر التلاقحات الحضارية العربية والأندلسية والأمازيغية التي عرفتها العمارة المغربية عبر العصور. وده العمل ومجهود يسايف واحد العدد المهام أساسية المطروحة أمامنا اليوم. أولا الحفاظ على هاد التراث، على هاد الشهادات ديال حضارة مغربية عريقة والتطور عبر التاريخ. هذه مسألة أساسية، وصاحب الجلالة محمد السادس الله ينصرو تعطي أهمية كبيرة لهاد النقطة، وكذلك أعطى التوجيهات ديالو باش نعتنيو بهاد المدن من خلال كذلك الاعتناء بظروف عيش المواطنين اللي تعيشوا في المدن العتيقة. إن الهدف من إصدار الكتاب يتمثل في تمكين الباحثين والمواطنين من مؤلف يضم مجموعة من المعطيات التي تتيح إجراء مقارنة جغرافية ومعمارية وعمرانية بين مختلف المدن العتيقة. الكتاب يقدم أيضا مقارنة من خلال مؤشرات للقياس من قبيل المساحة وطول الأسوار وعدد الأبواب وأسمائها وعدد الحصون وأهم أحياء هذه المدن العتيقة والشوارع التجارية وكل نشاط ثقافي تحتضنه خلال فترات المواسم والأعياد الدينية والوطنية. وتميز حفل تقديم الكتاب بحضور مجموعة من الشخصيات من المجالين السياسي والجمعوي.